طبعك ايه على ماتش بكره بيه؟ لا انا متفائل ان شاء الله، يعني انا شايف ان تقصد انه تامر مش متفائل؟ لا انا لا هو ما انا ما قصدش قالش حاجه كده. طيب ماشي، هو الراجل قال ان هو شايف ان تريزيجيه هيلعب وشاهد عبد الباسط بس كده، صح انت ما قلتش حاجه. صحيح ماشي ايوه صح. لا انا متفائل، شايف ان احنا ان شاء الله باذن الله المنتخب النيجيري مش افضل جيل في تاريخه، عنده مشاكل كتير فنيه وتنظيميه، المدير الفني اللي هيقود المباراه مش مدير فني ولا هيكمل ولا كان موجود، هو راجل مؤقت، جوزيه بيسيرو مستشار فني ليه وهيمسك ما بعد البطوله. بيسيرو بتاعنا فالامور مش صعبه ان شاء الله. كمان انا عندي وجهه نظر في كاس الامم الافريقيه عبر التاريخ، وده اللي اتمنى ان هو ان شاء الله يكون واصل للمنتخب الوطني ولاعيبتنا كلهم بخبره كيروش وخبره الجهاز الفني وتحديدا كابتن ضياء السيد، وطبعا كابتن محمد شوقي واحد من نجوم ثلاثيه مصر في كاس الامم 6 8 10، ان كاس الامم الافريقيه دايما اللي بيكسب بيها مش لازم يكون الاقوى، ايوه، ولكنه الاكثر ذكاء. حلو. كاس الامم الافريقيه هي بطوله تعتمد على القوه البدنيه، على السرعات، على التحركات، على التحركات العشوائيه، فدايما الفريق الاكثر تنظيما والاكثر ذكاء هو اللي بيتوج بالبطوله. عظيم. احنا 6 8 10 ما كناش الاقوى بس كنا الاكثر ذكاء. حتى جزائر 2019 كان في قوتها السنغال، لكن رغم التشكيله كنا الرهيبه كنا الاكثر ذكاء، ومع الاكثر ذكاء كنا الاكثر حفاظا على الروح الكبيره اثناء المباراه. ده اكيد ده ما فيهاش جدال. انت عمرك ما تكون ذكي في الملعب وانت عندك لا مبالاه، فده طبيعي. ماشي. بس انا اتمنى ان احنا نتعامل مع البطوله بذكاء اكتر من اي حاجه تانية. نخش في التحليل، نخش في المضمون، عشان احنا هنفصص منتخب نيجيريا، ومن خلال منتخب نيجيريا الناس حفظت منتخبنا الوطني، لكنه هنعرف احنا هنقابل ازاي المنتخب النيجيري. اتفضل يا تامر. دي حقيقه. زي ما عمر قال، الناس بتمر بمرحلة تغيير في الجهاز الفني. الراجل اللي ماسك أوجستين ده راجل مؤقت، وأعلن أنه مؤقت لغاية نهاية البطولة. وجهة نظري أنه هو الراجل معلوش ضغط، الضغط بالعكس عليك أنت. صحيح أنت برضو المدير الفني كارلوس كيروش مدير فني جديد، بس على الأقل أقدم شوية من الراجل، على الأقل قاد الفريق أو المنتخب في عدة مباريات. لكن في البداية هي المباراة مهمة، طبعا مهمة البداية بالنسبة لنا دايما في الأمم الأفريقية بتبقى مهمة، طبعا دايما البداية بتبقى مهمة، لكن في الأول وفي الآخر المباراة مش حياة أو موت. يعني ليه؟ لأنك أنت لسه في أول وتاني وأحسن أربع توالد، ولسه كمان في مباراة السودان ومن بعد وغينيا. فمش معنى أن احنا لا قدر الله ما كسبناش بكرة أو اتعادلنا مثلا أو لا قدر الله حتى خسرنا، دي نهاية المطاف، لكن بإذن الله نكسب بكرة. منتخب نيجيريا عنده بحس ان هو شخصيتين، شخصية لما بيلعب بتلاتة في ورا او خمسة، يعني بتتحول لتلاتة لما بيكسبوا الكورة، وشخصية لما بيلعبوا اربعة ورا. اتمنى امنية حياتي انهم يلعبوا بكرة باربعة، يبقى دي اللي ما بيشوفوش بيها. دي عندهم كمية مشاكل مرعبة، سواء في قلبي الدفاع او الفول باكس بتاعهم، عندهم مشاكل طريقة أربعة بتعري وبتكشف أكتر وأكتر مشاكلهم في البطء، في الارتداد، في إن هم بيزيدوا من غير ما بيحسبوا الزيادات الأول قبل ما بيزيد، مين بيقف مين بيغطي. لكن لما بيلعبوا بتلاتة ورا وبيبقى قدامهم إنديدي اللي بعتبره أهم لعيب في منتخب نيجيريا، لا مشاكلهم بتقل شوية، عيوبهم بتدارى وبيعالجوها بحتة الكثافة العددية، يعني البطء بيعالجوه بالكثافة العددية في التلاتة اللي ورا. هنشرح كل الكلام ده، لكن الرهان أو الحاجة اللي دايما بيرهنوا عليها، أيوة، السرعات. السرعات اللي عندهم دايما في في المهاجمين. صحيح عثمان مش هيلعب لان الراجل بره السكواد تماما، لكن هم دايما عندهم البديل وبيشتغلوا على موضوع ان احنا ازاي نخلق مساحات للراجل السريع عندنا ونحط تمريرات في ظهر المدافعين، علشان سباق السرعات دايما بيكون في صالحهم. علشان كده من وجهه نظري، وقبل ما ندخل اوريلك ايه الفرق لما بيلعبوا باربعه وايه الفرق لما بيلعبوا بثلاثه وازاي نواجه السرعات، من وجهه نظري الشخصيه لازم بكره نلعب بثلاثه. ثلاثه ايه؟ ثلاثه قلب دفاع. والله وجهه نظري الشخصيه. هو هيعمل ايه؟ هو طبعا مش هيعمل كده، هو راجل عنيد. بس خد بالك اللي انت بتقوله ده في ضوء رؤيتك لمنتخب نيجيريا. مظبوط. هل احنا عندنا وجهه نظري؟ تمام، وجهه نظرك مهمه، ما احنا بنحلل فني. تمام. هل احنا كارلوس كيروش الراجل بتاعنا بيفكر الافكار دي، انا هغير التكتيك بتاعي على عشان يتواءم مع المنافس او يكون يقدر
اقوى، يكون اقوى من خطه المنافس، ولا احنا الراجل بتاعنا هي 4 4 هي 4 3 3 وانا ماليش ايه بالنسبه لك؟ هرد لك بس بسؤال. ايه بالنسبه لك الافضل، ان انت تركب راسك وتلعب بالطريقه اللي انت عاوزها وما تاديش وما تضمنش النتيجه اللي انت عاوزها، ولا تلعب بواقعيه وعلى ظروف المباراه بتحتم عليا ان انا اعمل كده وتطلع كسبان؟ لو انا لعبت بثلاثه، لو انا لعبت بثلاثه تحميني من ايه؟ تحميني من السرعات، من السرعات ومن بعض البطء اللي عندي، فتخلي عندي انا ما بتكسفش في احنا بنتكلم في الكوره. احمد حجازي عنده شويه بطء، مختلف ولا متفق؟ لا مش مختلف. طيب معك. الونش مش بطيء، بس الترنات شويه، الونش ناشفه شويه. برافو عليك، سلام عليك. ما عندوش الفلكسبيليتي، المرونه بتاعه المدافع ماشي في الترن، علشان على بال ما بيلف مع المهاجم وبيفتح معاه الونش سريع جدا. لكن على بال ما بيعمل الترن دي اللي ممكن تاخد بعض الوقت. علشان كده من وجهه نظري مش عيب جدا ان انت يعني تشف اسلوب موسيماني في بعض الاوقات مع الاهلي، يلعب بحمدي يلعب بحمدي. دي وجهه نظري، التشكيل الانسب، وهنشرح بقى كل الكلام ده بالاسكات. خبر ابيض يا ام، حمدي هتغير التشكيله كمان؟ لا حمدي حجازي قلبي. الونش ماشي فتوح. أيوة. لو مش سليم 100% هرجع لزي ما قلت لك، بكره المباراه مش حياه او موت، فما فيش ما يدعو ان فتوح لو مش جاهز يلعب. بس لو جاهز فتوح اكرم، الاثنين اللي في نص الملعب النني وتريزيجيه، الثلاثه اللي قدام صلاح مرموش مصطفى محمد.